قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هذا لقاء متجدد مع برنامجنا لطائف المعارف، وعنوان لقاء هذا اليوم أصول الخطايا. ونحن نعلم يقينا أن الإنسان ما حمل على كاهله شيئا أعظم من ذنبه، لأن الذنوب أسباب الهلاك. قال الله جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقال قتادة رحمه الله: وبلغنا أنه ما من خدشة عود ولا تعثر قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله أكثر. لذلك فإن البحث في أصول الخطايا من أعظم ما يعين العبد على تجنبها. والعلماء استقصوا الأدلة والآثار الثابتة في الكتاب والثابتة في السنة، فوجدوا أن هناك أصولا للخطايا يمكن جمعها في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. وقالوا في بيان هذا إجمالا: إن الكبر به عصى إبليس ربه، فكان أول ذنب عصي الله جل وعلا به يوم أن امتنع إبليس عن السجود لآدم كان بسبب الكبر. قال الله جل وعلا يحكي هذا الأمر: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس هنا يخبر بكبره وعلوه، وأنه يترفع بعنصره على السجود لآدم. كما أن الحرص بعد ذلك كان سببا في إخراج أبينا آدم من الجنة، فإن إبليس جاء لآدم من هذا الأمر أو من هذه الزاوية، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ؟ مع أن الله جل وعلا أباح لآدم الجنة كلها، لكن الله جل وعلا استثنى تلك الشجرة أن يأكل منها آدم. فجاء إبليس يقسم لأبينا وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. فالحرص وحرص آدم عليه السلام على أن يجمع كل ما في الجنة كان سببا بقدر الله ولحكمته جل وعلا في إخراج أبينا عليه السلام من الجنة، ثم تاب الله عليه وهدى كما بين الله ذلك صريحا في كتابه. الثالث أيها المباركون: الحسد. والعلماء استنبطوا أن الحسد من أصول الخطايا، لأنه يدفع بعد ذلك إلى الآثام القولية والفعلية، وجعلوا قتل قابيل لأخيه هابيل دليلا على ذلك. فإن الله جل وعلا أخبر، قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال أهل العلم: إن الذي أنبت الغل وأنبت الشحناء في قلب قابيل هو حسده لأخيه لما تقبل الله جل وعلا منه قربانه ولم يتقبل منه ما تقدم به من قربان، وما رد الله قربان قابيل إلا لسوء سريرة في نفسه، فوقد اختار أردى ما يملك في خلاف هابيل الذي اختار أحسن ما يملك، فجاءت النار فأكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل. هذا الحديث أيها المبارك إجمالا. أما إذا أردنا أن نفصل فنقول: إن الكبر هو أول أصول الخطايا. وأهل العلم رحمهم الله يقسمون الكبر إلى ثلاثة أقسام: أصله منبته في القلب، شعور الإنسان بالزهو بالترفع، لكنه على ثلاثة أقسام. القسم الأول منها: الكبر على الله، يا ذنب الله، ولا ريب أن هذا الكفر المحض، بل هو أرفع درجات الكبر أرفع درجات الكفر، وليس في درجات الكفر رفيع، لكن من باب التصنيف. هذا الكبر ضرب الله له مثلا على لسان النمرود يوم أن قال: أنا أحيي وأميت،
وعلى لسان فرعون يوم أن قال أنا ربكم الأعلى. فهذان مثالان ذكرهما الله جل وعلا في كتابه الكريم لشخصيتين تاريخيتين كفرتا بالله، وكان كفرهما مرده إلى الكبر، كما قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. وهذا كما قلنا أعظم أنواع الكبر، وهو عين الكفر المحض، وأعظم ما عصي الله جل وعلا به. النوع الثاني كفر أو كبر على الرسل، كبر على الرسل، وهذا كان شائعا ذائعا في سائر الأمم، وقد تنقلته الأمم ولو من غير أن يشعروا، ويقولوا فيه علماء النفس إن من قضية التفكير الجمعي، وهذا قد يكون مقبولا، لكن حتى لو لم يكن هناك اتصال حضاري بين تلك الأمم فإن القرآن دل على أن ذلك القول كان ديدا كثير من الأمم في ردها لرسولها. قال الله جل وعلا مثلا عن قوم فرعون أنهم قالوا في حق موسى وهارون أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ورغم أنه لا يوجد دليل على اتصال حضاري ما بين الحضارة الفرعونية القبطية القديمة وما بين الحضارة في جزيرة العرب، إلا أن القرشيين في صدهم لنبينا صلى الله عليه وسلم قالوا نفس المقولة. قال الله جل وعلا عنهم في الزخرف أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهم ازدروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل لأن يستحق النبوة والرسالة، فأخذوا يقولون ما تمليه عليه أفكارهم وآراءهم المنبثقة من كبر في صدورهم. وأبو جهل صور هذا أعظم تصوير يوم أن قال كنا وبني هاشم كفرسي رهان أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا جثونا على الركب قالوا منا نبي فإن أطعناهم كيف لنا بعد ذلك أن نلحق بهم. فأنت تلحظ أن القضية قضية كبر في قلوبهم، والله جل وعلا قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. الذي يعنينا من هذا كله أن هذا هو النوع الثاني، ويجتمع النوع الأول والنوع الثاني في الكبر على الله أو في الكبر على الرسل، أنه كلاهما كفر محض لا يمكن التريث أو التروي في قضية الحكم عليه بالكفر، لأن الأمور إذا كانت جلية واضحة ذات حقائق بينة فليس هناك مدعاة للتروي، وليس هناك مدعاة لقضية أن الإنسان يتورع، فالتورع في مثل هذه الأحكام غير محمود أبدا. ومما يروى في هذا قبل أن ننتقل للنوع الثالث أن ياس القاضي الشهير بذكائه عوتب ذات مرة أن فيه شيء من العجلة، لكنه كان يعتمد على أمور يراها هو بغير ما يراها الناس، فلما أكثر عليه اللائمون قال لمن حوله أو قال لأحد من يحضرون مجلسه كم عدد أصابع يدك؟ فقال الرجل مباشرة وهو يجيب 5. فقال له إياس على ما أجبت عاجلا؟ لماذا لم تتريث؟ قال سبحان الله من يجهل أن أصابع يده 5؟ فقال إياس هنا يحتج بهذا الجواب على هذا الرجل، قال فكذلك أنا ثمة أمور واضحة جلية لي لا أحتاج فيها إلى تأمل وتروي. الذي يعنينا أن الكبر على الله والكبر على الرسل كفر محض لا محالة. بقي الكبر على الناس. الكبر على الناس درجات، قد يصل أحيانا إلى الكفر المحض وقد لا يصل وهو الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، فظلم الناس وازدراؤهم ومنعهم حقهم نوع من الكبر، ورد الحق نوع من الكبر. والله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلو لم يكن في الكبر من آفة من عواقب وخيمة أعظم من أنه يصرف أو يصرف العبد عن آيات الله والتأمل فيها لكفى بذلك عقوبة خسرانا، نعوذ بالله من ذلك كله. من طريف ما يروى في هذا المقام، وهو طريف من جهة أن الحجاج قاله، وغير طريف في أنها عبارات قاسية جدا تنم عن جفاء وكبر عياذا بالله. هذا الخبر مفاده أن الحجاج بن يوسف قال قبل أن يدخل الكوفة أو بعد أن دخلها قال ثمة رجال 4 لو أدركتهم لقتلتهم للكبر الذي في أنفسهم. وقائل هذا الحجاج، وهذا لهذا قلت أن هذا الموضوع من هذا الجانب طريف. يقول الحجاج قيل له من أيها الأمير؟ قال سمى الأشخاص ونحن لا علاقة لنا بالتسمية، بقدر أن يهمنا هنا أن نذكر الحدث الذي من أجله بنى الحجاج على أنهم متكبرون. قال إن أحدهم صعد المنبر فخطب خطبة بليغة، فقال له أحد الحاضرين كفر الله من أمثالك،
أي عجبا وفرحا وإعجابا بخطبته هذا الرجل. ماذا قال هذا المتكبر عياذا بالله؟ قال لمن قال له كثر الله من أمثالك؟ قال عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر. قال لقد كلفت ربك شططا، كأنه يقول محال على الله، صعب على الله أن يخلق مثلي، وهذا والعياذ بالله كفر، كفر واضح، كفر محض. آخر جاءته امرأة وهو واقف على قارعة الطريق، والمرأة أضلت طريقا فجاءت تسأله، قبل أن تسأله هي لا تعرفه وإن كان وجيها في قومه سيدا في رهطه، قالت له يا عبد الله أين طريق كذا وكذا؟ ماذا قال لها؟ قال ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ قال ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ فهو استكبر أن ينادى بهذا اللفظ، مع أن الناس كلهم عبيد مقهورون لله من حيث الجملة، والمؤمنون عباد له جل وعلا مع كونهم عبيد، والله يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وحتى من يستنكف أن يكون عبدا لله هو عبد لله شاء أم أبى، قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. آخر ممن ذكرهم الحجاج عياذا بالله ضاعت له ناقة، فأقسم بالله من جفائه وكفره وكبره لئن لم يرد الله عليه ضالته أن لا يصلي ولا يصوم، كأن الله محتاج إلى طاعته وعبادته. فتنة من الله له رد الله جل وعلا له ناقته التي ضلت. ماذا قال هذا الآثم؟ قال لقد علم ربي أن يميني كانت عزما عياذا بالله، وهذا كفر محض. وقد تعجب وأنت تسمع تتهول مما تسمع الآن، لكن يا أخي إذا علمت أن النفس جبلت على الكبر وجبلت على التواضع، الله يقول فألهمها فجورها وتقواها، فإذا كان المرء المؤمن ملجم بلجام التقوى تمنعه التقوى أن يقول ما يريده المهالك. وإن خل الإنسان من التقوى ولم يبق القلب يخشى الله ولا يخاف مقامه جل وعلا أطلق لنفسه العنان في أن يقول ويفعل ما يريد، والموعد الله. فعلى هذا الإنسان كيف يربي نفسه؟ أن يعرف أنه عبد، وقد لا يكون هناك داع لأن نقول مثل الرابع، لأنني أخشى في مثل هذه الأمثلة أن تضفي على القلوب قسوة، ولا ينبغي لنا أن نسعى في أن نكون سببا في قسوة قلوبنا وقلوب غيرنا، وكفى بتلك الأمثلة الثلاثة شاهدة. هذا كله أيها المبارك يدور في فلك الكبر. أما الحرص فإن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالإنسان إذا علم يقينا أنه أن ما كتبه الله له سيأتيه على ضعفه، وما لم يكتبه الله له لن يناله بقوته، إذا علم هذا يقينا اطمأنت نفسه وقل الحرص عنده، لأن الحرص أحيانا يكون مدعاة للآثام، ولهذا عد الحرص أصلا من أصول الخطايا، لأن الإنسان إذا كان حريصا على قضاء شهوته قد يزني، وإذا كان حريصا على زيادة ثروته قد يسرق، وإذا كان حريصا على زيادة نفوذه قد يظلم. فهذا معنى قولهم إن الحرص أصل من أصول الخطايا، فقد أحيانا يصل بنا عياذا بالله الحرص إلى أن نجمع شيئا أو نطلب شيئا من غير حله، فنقع في المهالك. ولهذا قال العلماء إن الحرص أصل من أصول الخطايا. وأبونا آدم كما بينا حرص على أن يأكل من الشجرة، لما قال له إبليس هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فكان ذلك سببا بعد ذلك بعد أن أكل منها في أن يفقدها بالكلية إلى حين ويخرج منها، لكنه قطعا سيعود، فهو نبي مكلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. نبقى في الحسد. الحسد بسببه حسد إخوة يوسف أخاهم يوسف ونالهم ما نالهم، حتى أقد جعلهم الله بين يدي يوسف أذلة، وهم يقولون له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. الغاية من هذا الإجمال كله أن نعلم أن الكبر والحرص والحسد أصول الخطايا، أعانني الله وإياكم على البعد عنها والنأي منها.
هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا أتم الله به الرسالة وختم الله به النبوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، فهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، ولقاء اليوم يحمل العنوان التالي: موسى والخضر عليهما السلام. الله تبارك وتعالى في كتابه أخبر عن أنبيائه ورسله، وقص علينا بعض أخبارهم حتى يكون في ذلك لنا موعظة وذكرى وهداية. وموسى عليه الصلاة والسلام غني عن القول أنه عليه السلام كريم الله وصفيه، قال له ربه: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهو أحد رسل وأنبياء بني إسرائيل العظام، وهو أحد أولي العزم من الرسل كذلك عليهم الصلاة والسلام جميعا. هذا النبي الكريم وقف ذات يوم يخطب في بني إسرائيل ويعظهم، ومواعظ الأنبياء تصل إلى القلوب لصدق نيتهم وسلامة معتقدهم وقوة بلاغتهم، فأثر في الناس فبكوا. فلما نزل تبعه رجل من بني إسرائيل فقال: يا موسى، هل هناك أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. ولم يرد العلم إلى الله، فعاتبه ربه وأخبره أن لي عبدا هو أعلم منك. فقال: يا رب، كيف لي به؟ فأوحى الله إليه أن يأخذ حوتا في مكتل، فحيثما فقد الحوت فثم، أي إذا فقدت الحوت فتلك أمارة على وجود ذلك العبد. فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام الحوت في مكتل، وأخذ معه غلامه يوشع بن نون عليه السلام الذي أصبح فيما بعد نبيا لبني إسرائيل. خرج موسى عليه الصلاة والسلام ومعه يوشع بن نون ومعه المكتل الذي فيه الحوت. سافر سفرا بعيدا حتى وصل إلى مجمع البحرين، غلبته غفوة، وإذا بالحوت يخرج من المكتل ويسقط في البحر ويضرب عليه البحر مثل الطاق. وقد بيت يوشع أن يخبر موسى بما حدث إذا أفاق من غفوته. استيقظ موسى، نسي الفتى أن يخبره، فمضى يواصلان سيرهما. لما يواصلان سيرهما؟ لأن العلامة بالنسبة لموسى لم تقع. فلما تعب موسى وشعر بالنصب قال لفتى: هاتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هنا تذكر الفتى مسألة الحوت، فالحوت لم يكن غداء، وإنما فقده ذكر موسى فقده. لما طلب موسى الغداء ذكر موسى الفتى بفقد الحوت، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. من حولك يخدمك يعتريه النسيان، كلنا يقع منا الخطأ والسهو. فموسى عليه الصلاة والسلام في المنزلة العليا من الخلق لم يثرب على غلامه ولم يعنف. ماذا فعل؟ قال الله: فارتد، أي رجع، والألف للتثنية، فارتد على آثارهما قصصا. العاقل يبتعد عن التكلف، فهذا نبي الله معه فتاه، والله يقول: فارتد قصصا، فارتد على آثارهما قصصا، أي يقصان الطريق الذي قدما منه. لماذا؟ حتى لا يخطئا. وهذا يدل على أن الأرض التي كانوا عليها رملية تقريبا، لأن هذا الذي يثبت فيه أثر المشي وخطوات القدم. قال الله: فارتد على أثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا هو الخضر، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وهذه تزكية من الله لهذا العبد الصالح، قد جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عباس عند البخاري أنه كان مغطى، أي الخضر. فوقف موسى على رأسه فقال: السلام عليك. فتعجب الخضر، قالوا: أن بأرضك السلام، أي أنها تحية غير معهودة. قال: أنا موسى. فسأله الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ثم أخبره بما جاء من أجله، فتعجب الخضر وقال: إن الله رزقك التوراة. لكن موسى أصر على أن يصحبه، فاشترط عليه الخضر أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى، وأن الإنسان جبل على أنه لا يستطيع أن يصبر على شيء لا يعرف مداه ولا نهايته. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ لكن موسى بقي مصرا فتراضيا على السير، واشترط ذلك العبد الصالح على موسى أن لا يسأله حتى يخبره هو ابتداء بالأمر. وقف على شاطئ البحر، مرت سفينة، عرفوا الخضر، حملوهما
من غير نول، من غير نول أي من غير أجرة. ركب في السفينة فجاء طائر ونقر في البحر. لما نقر الطائر في البحر قال الخضير لموسى: ما بلغ علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. فتأمل أيها المبارك سعة علم الله جل جلاله، فالله يعلم ما قد كان وما يكون وما هو كائن، بل إنه تبارك اسمه وجل ثناؤه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، فسبحان من وسع علمه ورحمته كل شيء. بعد قليل وهما يمضيان إذا بموسى إذا بالخضر يخرق السفينة، يعمد إلى قدوم يخرقها ويضع مكان الخرق لوحة. اشتاط موسى غضبا، نسي الشرط الذي بينهما، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا امرا. ذكره الخضر بالشرط، قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فأخبره موسى أنه نسيان، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. قال ربنا، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، كل قرية وردت في القرآن بمعنى مدينة. عندما مروا على تلك القرية إذا بالخضر يعمد إلى صبي غلام يلعب مع الصبيان فقتله. اشتاط موسى غضبا كرة أخرى، لأن موسى رجل قيادي لا يتحمل أن يرى هذه المنكرات، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ذكره الخضر بالموعد بالشرط، قال: ألم أقل لك، هذه زيادة، إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كأن موسى أراد أن يلزم نفسه أو أراد أن ينحل من هذا الأمر. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. قال ربنا، فانطلق مضيا حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، أي الخضر. قال: لو شئت. موسى يعاتب الخضر، لأن هؤلاء قوم لئام لا يستحقون أن تبني لهم الجدار. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي ما كان ينبغي لك أن تبني حتى تشترط أجرا نطعم من خلاله. ماذا قال الخضر؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. وهذا من هنا تعلم أيها المبارك أن المسلمين على شروطهم. فالخضر على علو كعبه ومقامه وصدقه لم يستحيي أن يمضي الشرط، فالمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. ثم قال: سأنبئك، السين المستقبل القريب، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. لاحظ أن الفعل هنا ثقيل بالحروف، تستطع. لماذا ثقيل؟ ليناسب المعنى، ليناسب المبنى المعنى. والعرب تقول: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، هكذا يقول البلاغيون. والمعنى أن موسى عليه الصلاة والسلام حالته النفسية آنذاك تسأل عن هذا الأمر الذي يحدث والغرائب التي تكون أمام عينيه والعجب الذي يراه، لما بعد لم تحل عقد ما يراه. فأتى الخضر باللفظ الفعل ثقيلا: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بدأ يفك طلاسم ما قد كان. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين رغم أن السفينة لهم ولهم عمل، وعلى هذا يجوز دفع الزكاة لمن كان دخله أقل من مصروفه، ولو كان جارك أو أخوك أو من أحد الفقراء الذين تعرفهم لديه عمل لديه وظيفة، لكن ما دامت تلك الوظيفة لا تدر عليه ما يكفي لمثله جاز أن يعطى من الزكاة بمقدار ما يتساوى مع غيره ويصبح كفافا لا له ولا عليه. قال الله جل وعلا: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأردت نسبها الخضر إلى نفسه تأدبا مع الله، فأردت أن أعيبها. لما فعلت ذلك؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وهنا العاقل يعرف أن الدنيا مصالح ومفاسد، والعاقل قبل أن يضع قدمه اليمنى لابد أن يجد موطئا لليسرى، ولا يمكن لشيء أن يكون كله مصالح كما لا يمكن أن يكون شيء كله مفاسد. ولذلك التريث والروية والسكينة، وهذه ننبه عليها بين الحين والآخر، أمر محمود جدا يرتديه العقلاء. يقول أهل التاريخ إن رجاء بن حيوة، وهذا رجاء كان في منزلة عظيمة في دولة بني أمية، وزر لعبد الملك ولبنيه من بعده،
وكان سليمان بن عبد الملك رجلا شديدا ذا قوة وبطش، وهو خليفة أموي معروف ابن عبد الملك بن مروان. هذا سليمان ذات يوم جلس رجاء ومعه بعض خواصه يتذكرون النعم، فقال بعضهم لبعض: إن النعم الله لا يستطيع أحد أن يكافئها، وهذا حق. فإذا برجل عليه برد واقف على رؤوسهم يقول: ولا أمير المؤمنين، وهذه كلمة مقحمة لا دخل لها. فقالوا: ولا أمير المؤمنين. ثم مضى الرجل، فقال سليمان لخواص أصحابه: أوتيتم من قبل صاحب البرد، أي أن هذا الرجل سيخبر أمير المؤمنين، فإذا استحلفكم أمير المؤمنين فأنكروا، يعني إذا سألكم فأنكروا، وإذا استحلفكم فاحلفوا أن هذا لم يقع، خوفا من بطش سليمان. سليمان بلغ الخبر، أقدم رجاء بين يديه، قال: يا رجاء، يقدح في أمير المؤمنين وأنت تسمع؟ قال: أبدا، ما كان ذاك يا أمير المؤمنين. فأخبره سليمان بالخبر، قال: ما كان ذاك؟ فاستحلف، قال: الله يا رجاء. قال: والله يا أمير المؤمنين. لما اقتنع سليمان أن هذا لم يقع لأنه استحلف رجاء فحلف، عاد إلى الرجل الذي نقل إليه الخبر وهو يعتقد أنه كاذب، فجلده ونزل الدم من ظهره. فمر رجاء بن حيوة على الرجل وقد جلد والدم ينزف من ظهره، فالرجل يعلم أن الأمر قد وقع ويشتاط غضبا، فأخذ يقول لرجاء: ويقولون رجاء بن حيوة، يعني أنا في ريبة من مدح الناس لك، على ما يعظمونك وأنت تكذب. ماذا قال رجاء ذلك العبد الصالح؟ قال: نعم يا ابن أخي، ويقولون رجاء بن حيوة: ثمانية أصوات في ظهرك ولا ضرب رقاب المسلمين. يعني تنتهي المسألة إلى أنك أنت تجلد ثم تقوم، خير من أن هذا الخليفة يبطش بنا جميعا ويقتلنا من أجل قضية لم يفهم معناها ولم يدرك مغزاها. والمقصود أن الإنسان العاقل يعرف كيف يتصرف في الأحداث والنوازل التي تلم به. هنا قال الله جل وعلا: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلا أن تكون السفينة خرقاء وتبقى لهؤلاء المساكين خيرا لهم من أن يفقدوها بالكلية وهي صالحة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، أي أن الله جل وعلا أخبره وأوحى إليه أنه لو عمر هذا الغلام سيكفر فيكون فتنة لوالديه، ولئن يخسر الغلام ولئن يخسر الأبوان هذا الغلام فيفقدان شيئا من زينة الدنيا خير لهما من أن يفقدا دينهما. فأراد ربك، أما بقيت ماذا؟ بقي الجدار. قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، نسب الخير إلى الله، لم يقل كما قال في الأول: فأردت أن أعيبه، لم يقل: فأردت أن أهدمه، لم يقل: فأردت أن يبلغ الغلامان، قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، وما فعلته عن أمري، رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ثم ماذا قال؟ قال: ذلك، الآن انحلت العقد، الثقل، ذلك الثقل لا حاجة لنا به، خفف. قال: ذلك تأويل ما لم تستع، أتى بالتخفيف، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وهنا تنجم فوائد من أنه قد يوجد في المفضول أو لدى المفضول ما ليس عند الفاضل، فالخضر عليه السلام قطعا ليس أفضل من موسى، لكن لديه علم ليس عند موسى. وكذلك الله جل وعلا قسم الأمور بين عباده، ولنبينا صلى الله عليه وسلم القدح المعلى والذروة العليا في كل خير وعلم. لكن يجب أن يعلم أن الإنسان أحيانا قد يتعلم الأستاذ من طالبه، ويتعلم الشيخ من تلميذه، ويتعلم الوالد من ولده، هذا كله قد يقع، فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وعلى هذا الإنسان يكون حريصا على التعلم، لأنه إذا رزق كبرا أو أعطي كبرا أو تلبس بالكبر، بتعبير أوضح وأصح، تلبس بالكبر حال بين نفسه وبين تهذيبها وتعليمها. والإنسان كما الأمر كما قال الله: وفوق كل ذي علم عليم. موسى والخضر خبر عجيب ونبأ غريب أخبر الله جل وعلا عنه، ينجم عنه الكثير من المعاني والعطايا التي كل من تدبرها وجد فيها ما لا ينفد من العطايا إلا قليلا،
وهذا من دلائل عظمة هذا الكتاب الذي هو من عند الله، جعلني الله وإياكم من أهل الله وخاصته، وهذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول نبأ موسى والخضر، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.